هلا everyone النهاردة هناخد النطق الصحيح للثلاث كلمات دول وهنعرف ازاي التي اتش بتتنطق في كل كلمة with with التي اتش th اتنطقت فه ساوند كأننا بننطق فه بالعربي طريقة النطق with without without التي اتش th اتنطقت ذه ساوند كأننا بننطق ذه بالعربي طريقة النطق without الكلمة دي ليها طريقتين في النطق والنطقين صح ممكن أنطق الـ th sound ممكن أنطقها &rlm;ذا sound يعني أقول within أو within 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 أمثلة I stay with my father at home I stay with my father at home. يعني أنا أقيم مع والدي في البيت. I can't live without you. I can't live without you. يعني أنا لا أستطيع العيش بدونك. She arrived within 10 minutes. أو she arrived within 10 minutes. يعني هي وصلت في خلال أو في غضون عشر دقايق. يبقى with without within out within that's it for today's lesson and until next time take care